فالاهلي خلاص بقى كده تمام، جاءت ساعه الحسم في يا جماعه التشكيل. ايوه هكسبك عادي اهو، هكسبك عادي، عايزك تكسب. طب يا جماعه خلي التاريخ يبيننا اهو بالظبط كده، وانا انا همك احنا شبه بعض. لا 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 خالص خالص. هشام اتفضل. خط الظهر باليمين للشمال انا راجل هبتدي انا حافظهم. طب يلا هلعب مفيش شك. الشناوي محمد الشناوي طبعا حارس النادي الاهلي، بتتكلم في 17 كلين شيت وراجل اثر بشكل كبير جدا. باك رايت هلعب بجيفرسون انكادا، باك رايت فاركو واحد من اقوى الباكات رايت اللي موجوده في الدوري المصري. ناس هتقول لك محمد هاني لعيب طور من نفسه بشكل كبير قوي السنه دي واحسن من سنين كتيره، ولكن جيفرسون انكادا حاجه فخمه جدا بتاع فاركو. طبعا محمود مرعي عامل سيزون محترم جدا 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 جدا، سواء في التمرير سواء في الكوره الطوليه سواء اللي بيطلع بالكوره، فده لعيب بلا شك الاهلي والزمالك في احتياج ليه. لا مش لاحظ الاثنين دول التوهج بتاعهم كان في فيوتشر طبعا ملعب التوهج بتاعه عاوز مره اخرى. عايز اقول لك حاجه، انا واحد من الناس اللي بحب علي ماهر جدا 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 جدا، وواحد من الناس اللي ممكن في اوقات معينه النتائج تتاثر شويه، لكن هو ليه مدرسه كوره وبيلعب كوره حلوه جدا. وعايز اقول لك من الناس اللي ليهم شخصيه قدام الاهلي والزمالك سواء وفق في اخر الجيم او لا، لكن هو بيلعب كوره محترمه جدا. فعبد المنعم طبعا واحد من اميز المدافعين في افريقيا مش في الدوري المصري، ولكن لازم قرصة ودن لان حرام يضيع توهجه. دي مش اول مره تقولها معايا في البرنامج، قلت لك مره قبل كده فاكر لما قلت لك والاداره هتقرص ودنه لان هو قيمه كبيره جدا، والزملكاوي والاهلاوي واي واحد محب لمصر عايز يحافظ على محمد عبد المنعم. طبعا علي معلول يستحق فكره ان هو باك ليفت السنه دي تشكيل 11. نص الملعب مروان عطيه بلا شك معاه وليد الكارتي لاعب كبير طبعا. الياس الجلاصي لازم ياخد حقه، مش عشان مش الاهلي والزمالك وبيراميدز، الياس الجلاصي بلاي ميكر 10 على 10. زيزو ناحيه اليمين، والشحات عمل موسم كبير جدا جدا، ومبلولو في راس الحربه. 3-0 مريح، هكسبك عادي. لا مش هتكسب، مش هتكسب. لا خلي بالك هو فرق 2 اصلا. ايوه احنا شبه بعض يعني. اجويرو مش الفورمه دي كده، ما تتغلبش في الاخر. لا مش هتغلب. طيب هو احنا ما اختلفناش كتير يعني هو هشام، مع اننا ما كناش متفقين، مش محضرين مع بعض، كل واحد محضر لوحده، بس سبحان الله يعني ما اختلفناش. طبعا حارس مرمى محمد الشناوي، و الشناوي انا يعني هو حارس احسن حارس موجود في مصر وحارس منتخب مصر الاول، ولكن احنا لو هنتكلم على مستوى حراسه المرمى اللي احنا وصلنا له في مصر، انا في رايي اللي احنا لما نيجي نتكلم ونقول ان محمد الشناوي في الوقت الحالي هو احسن حارس مرمى في مصر وحارس منتخب مصر الاول، دي مش حاجه كويسه. لان الشناوي زي ما هو ليه مواقف بيطلع فيها البطل والمنقذ، برضه ليه مواقف تانية كتير بيتسبب في مشاكل كبيره جدا لفرقته، ودي حاجه بتخلي ان الفرقه بتاعته ما يبقاش عندها ثقه 100% في كل الماتشات. ولكن طبعا ما فيش اي شك ان الشناوي هو احسن حارس مرمى في مصر في الوقت الحالي. باك يمين الشيبي لعيب بيراميدز، انا في رايي كبير جدا طبعا، انا في رايي ان الشيبي كواليتي مختلف جدا عن كل الباكات يمين الموجوده في مصر. طبعا هاني اتطور بشكل كبير جدا في السنه يعني الاخيره، الشيبي وجيفرسون كادا ده يعني ده بيلعب في فاركو، ده بيلعب في يعني اصل قول صفقات بره الاهلي والزمالك ولاعيبه اجانب. والشيبي انا في رايي اللي هو هاني اتطور بشكل كبير جدا، ولكن حتى برغم تطور هاني ولكن الشيبي بيبعد بفرق اميال كبيره جدا عن هاني وعن كل الناس اللي موجوده في مصر في المكان ده في رايي. قلبين دفاع مرعي وعبد المنعم، مدافعين هايلين جدا الاثنين، بيقدروا يلعبوا الكره من تحت بشكل كويس جدا. ويمكن هشام كان جايب لنا الاحصائيه بتقول ان مرعي اكتر لعيب عامل كور طويله مظبوطه في الدوري المصري، وده تاكيد للكلام ان عبد المنعم لعيب مميز جدا في مختلف الوضعيات يعني الهجوميه والدفاعيه. عبد المنعم طبعا لعيب كبير، مش محتاج ان احنا نمدحه اكتر من كده، لان هو اوريدي لعيب كبير والملعب هو اللي بيثبت عليه. مع دول طبعا مفيش اي ظهير شمال في مصر ممكن ينافسه في الوقت الحالي. مروان عطيه برده احسن لاعب نمره 6 موجود في الوقت الحالي في مصر، ولاعب يستحق اللي هو يكون موجود في المكان ده. وليد الكارتي بروفايل مختلف طبعاً وكواليتي طبعاً اعلى بكتير جدا طبعاً من اي لعيب نص ملعب موجود في الدوري المصري في الوقت الحالي، ومن اول يوم دخل في الدوري المصري لغايه النهارده وهو بعيد بمسافه كبيره جدا عن الجميع.
ثلاثة اللي قدام مصطفى فتحي بالنسبة لي كان قدم موسم هايل جدا مع بيراميدز، ومفيش شك ان تأثيره كان كبير جدا على المنظومة بتاعت بيراميدز في الوقت الحالي، وحتى لما راح المنتخب بعد كده ظهر برضو بشكل كويس في الماتش اللي شارك فيه. زيزو طبعا بيستمر في توهجه في المستويات الجيدة اللي بيقدمها مع نادي الزمالك في المواسم الأخيرة. حسين الشحات طبعا في الفترة الأخيرة في النادي الأهلي كان هو المنقذ، وهو اللي دايما بيحل العقد للنادي الأهلي. ومهاجم مبولولو هدف الدوري وراجل قدم موسم كويس جدا. يعني